الماجر تركيا الدور الأمم الأوروبي الجولة السادسة، وشاهدنا كيفاش الماجر اللي فاز بهدفين لصفر في أمام تركيا خاصة في الشوط الثاني، وين الشوط الأول شاهدنا كيفاش انتهى بصفر لصفر. الشوط الثاني كان مغاير، وين الماجر وين دخل بخطة، نقولوا الماجر اللي دخل بخطة بربعة واحد ربعة واحد، تركيا اللي لعب بخطة ثلاثة خمسة اثنين. يعني كانت شاهدنا دافيد اللي سجل في الشوط الثاني في الدقيقة 57، كيفن فيراج الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعدما تركيا كانت رامية بكل ثقلها من أجل تعديل النتيجة، لكن الماجر عرف بلقطة خاطفة وين يسجل الهدف الثاني ويقتل أحلام تركيين. يعني في الدقيقة 90 شنا ميرارت شنا من جانب تركيا، نظام شنا كيفاش أوزان شنا كانيرا شنا أزون محمد شنا عرفان هاكين شنا جيناك توسان. يعني نقولوا باللي الماجر وين دينيس الحارس الذي اتعب اليوم المهاجمين تاع تركيا وين انقذ المرمى تاعو، شاهدنا كيفاش فيرار شنا ادم شنا ليوك شولات شنا دافيد شنا ادم ناجي شنا كيفاش اتليل نيماني كيفن اللي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 90. يعني كان آدم جيراكوس توماس. يعني كانت المباراة كانت شيقة، وشاهدنا الشوط الأول نقولوا تركيا وين ضيع الفوز تاعو في الشوط الأول. الشوط الثاني كان مغاير، الشوط الثاني وين الماجر وين خادع تركيا، وين خاصة وين تركيا لعب في الهجوم يعني من أجل الفوز بالمباراة، لكن الماجر وين لعب خطة 4-1 4-1، لعب بذكاء، لعب من أجل خطف الفوز. يعني وشنا كيفاش سجل أهداف بخطة 4-4 4-1 4-1. هذه هي النتيجة الجولة السادسة، الماجر هدفين تركيا صفر في الدور الأمم الأوروبي.